ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين، وبما اننا في العشر الاواخر في رمضان فناس كتير جدا بتتكلم وتقول الدنيا دار فناء والاخره دار بقاء. هل احنا عارفين معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ فاحنا هنتكلم النهارده عن الاخره، اخرتنا يا جماعه. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل مع الاستاذ عمرو مهران. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله بنورك، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. انا عايز اسالك كده اول سؤال، يعني ايه اخره؟ يعني انا عارفه ان هو سؤال غريب بس علشان او واسع شويه. واسع شويه عشان ايه نبسط معلش للناس يعني. طيب هو ربنا بدا القران بكلام واضح، ماشي، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من دول الذين يؤمنون بالغيب. هي دي الاخره. هي ببساطه الغيب. حاولت. يعني انا لو مؤمنه الأخرة. انا لو مؤمنه ان في فوق ربنا وهو اللي خلقنا وانا مؤمنه بيه جدا ومؤمنه بسيدنا محمد وبالرسل وبالديانات السماويه، يعني انا كده في الاخره؟ مش فاهمه. لا حاولك حاولك. الذين يؤمنون بالغيب، احنا عايشين مع بعض بنتصرف في الدنيا، ماشي، وبنتحرك سوا وبنشتغل وايا كان بنعمل ايه، واحنا جوه قلبنا وعينينا موقنين ان في حياه تانية. في حياه تانية بعدين، حياه حقيقيه. هي الموضوع، هي دي الفكره. فانا عايش، انا بتعامل عادي جدا مع كل الناس اللي حواليا، بس انا عيني مش على النهارده بس. انا لما باخد موقف حساباتي مش مرتبطه بالنهارده بس، لا، حساباتي مرتبطه بالنهارده اللي انا عايشه، دي حقيقه، والبقيه حياتي كلها. هل انا ممكن ان انا يوم ما اتولدت عشان حياتي لن تنتهي، خلاص انا دي بدايه ملهاش نهايه؟ لا طب، ولا انا السيت اب بتاعي السوفت وير بتاعي بيقول لي لا انا بدات وهينتهي عند 60 70 سنه وعايش على كده، وده اللي انا مصدقه وعايش بيه. عشان ما نضحكش على بعض، كلنا عندنا المعلومات، بس انا عايش بأني فكره، الفكره اللي مسيطره عليا ان انا النهارده موجود في الدنيا دي، انا عندي 36، عندي 25، عندي 15، 60 70 سنه الناس هتموت وحياتها هتنتهي. طب انا عايز الحق اعمل كل حاجه دلوقتي. طب انا حياتي مش عجباني، طب انا لا حياتي عجباني، طب انا كده بعمل كل اللي نفسي فيه. هل ده الموضوع وهي دي الحياه، ولا انا موقن بالغيب؟ سيدنا عمر كان بيقول والله لو انشقت السماء ورأيت الجنة ورأيت النار ما ازددت بهما يقينا. أنا الموضوع منتهي، أنا عايش وأنا شايفهم، شايف ربنا. فكرة بقى البرزخ، القبر، احنا كنا نسمع عن الكلام دي كلها إن هي وسائل تعذيب، كأنك هتمسك سلكين الكهرباء وتتعذب من بعد ما تموت، فأصلا مش عايزين الفكرة دي. تكلمنيش بقى على الاخره برعبها بخوفها باللي فيها، مش عايزها اصلا. بس هي مش دي الحقيقه، الكلام ده كلام، الفكره دي فكره مش سليمه. هي الدنيا فيها التعب وفيها السعاده، فيها الشقاء وفيها ومنهم شقي وسعيد في الدنيا وفي الاخره. الحساب هو مره واحده بس، صحيح، هي في الاخره. والحساب ده اصلا انت ممكن ما تحسش بيه بالظبط، الحساب ده اصلا مش موضوعك. عارف الفكره بقى ان احنا بنلغي كتير ببساطه يعني في الغيب اللي ما نعرفوش، علشان نقطه استفهام بالنسبه لنا، حاجه مجهوله. بس هي في حاجه مجهوله. المفترض اخد انا كلام رب العالمين بالزبط. الاساسي كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقف عنده هناك برضه، فمنهم شقي وسعيد. طب مين الشقي ومين السعيد؟ حد يقدر يقرر؟ اكيد السعيد هو اللي عمل خير في حياته. هو غيب، هو الغيب. ايه ده؟ هو غيب ومحدش يعرف. محدش يعرف شقي وسعيد في الاخره هما مين؟ هنعرف منين؟ ربنا قال ان في ناس، ما بصي، ما انا في الدنيا هنا، انا في الدنيا هحاول اكون مختلف، في الدنيا هحاول اكون طائع لله، في الدنيا لو بتكلم مع عامر مش هكذب عليه، وانا بتكلم معاه دلوقتي انا ممكن دلوقتي اكذب عليه وابهره واثبته، صح ولا غلط؟ بس دي كده بحسابات، كان حياتي الدنيا بس. لكن لو انا عايش وفي السوفت وير بتاعي ان انا حياتي فيها دنيا واخره، فانا زي ما عايز اكسبه دلوقتي، ما انا عايز اكسب نفسي في الاخره برضه، فتصرفي معاها هيختلف. مش هيبقى كل هدفي ان انا اثبته دلوقتي وان انا اكسبه دلوقتي واقول له اي كلام، لان طب ما في ربنا وفي اخره. يعني حضرتك تقصد ان انا احط الاخره قدامي في تعاملاتي في الدنيا عشان ابقى عامل حساب يعني اخرتي زي ما بيقول؟ هم دول الذين يؤمنون بالغيب. هو المؤمن بالغيب عايش بالفكره دي. عايش بفكره ان حياتي مش هتنتهي وليها بقيه
فانا بعمل لدنيتي والاخرتي لان هو طريق واحد بيبدا ما بينتهيش. طيب فكره ان الدنيا دار فناء زي ما بيقولوا، هي الجمله دي صحيحه فعلا ومعناها ايه؟ بص الائمه كانوا بيقولوا لو الدنيا من ذهب فاني والاخره من خشب باقي لاثرت الباقي على الفاني. انا اخد الباقي واسيب الفاني. هي الدنيا هتفنى وربنا قال كده ان الدنيا هتفنى، وهي الحقيقه ان الدنيا كلها عند ربنا مقامها مختلف خالص عن اللي احنا شايفينه. سيدنا ربيعي بن عامر كان داخل على كسرى فقال له انتوا جايين هنا عايزين ايه؟ فقال له كلمتين لطاف جدا، قال له جئنا لاخراج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد، واخراج الخلق من ضيق الدنيا الى سعه الاخره. دي بقى النقطه اللي احنا محتاجين نفهمها. الدنيا فانيه، فانيه وضيقه جدا، ضيقه طبعا وصغيره قوي ومش موضوع خالص، فيها حاجات كتير جدا ما تسويش عند ربنا. قالوا ان هي تسويش عند ربنا جناح بعوضه. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان بيقول مثلي ومثل الدنيا كالراكب دخل من باب وخرج من اخر. انا عديت. ايه بقى الموضوع؟ الدنيا دي مش موضوعي اصلا، مش هو طريق بالظبط. سيدنا علي كان بيقول مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، مش موضوعي انا ده اصلا، مش حاجه طب هل ده معناه ان احنا مش احنا ما بنقولش كده؟ واحنا قاعدين في الدنيا انت لازم يبقى عينك على حياتك الباقيه بمناسبه الفناء. خلاص انا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته. ربنا بيقول لك ان الدنيا عارف زي ايه بالظبط؟ نبات نزل عليه مطره كبر مات. انت مدرك ده؟ ده موضوع بسيط جدا. الدنيا في الاخره كالحلم في الحقيقه. عارفه واحد عايش نام حلم صحي خلصت الدنيا. هم قالوا كده، مش في الاخره. ربنا قال في القران واحد بيسال كم لبست؟ قعدت في الدنيا قد ايه؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال العادين. ما احناش نعد، ده الموضوع عدى كده. هقول لك حاجه اكتر، اقعدي مع اي حد عنده 50 60 سنه واساليه انت عملت ايه في حياتك او الدنيا، يقول لك والله انا ما حسيتش بالوقت. انا خلصت الجامعه اشتغلت فوجئت ان انا عندي عيال عندهم 20 سنه كده. الناس بتتكلم كده، دي حقيقتنا صح؟ واحنا نفسنا احنا كنا لسه في المدرسه قريب قوي وكنا في الجامعه و... طب لسه من كام شهر، لسه متجوز من كام شهر، ففجاه داخل في 3 سنين بالظبط كده. مفيش ايه امتى ازاي عدت امتى؟ هي فعلا بتعدي كده. والواحد بيجي يوم لقاء رب العالمين هو حاسس الدنيا ولا حاجه. واحنا درسنا اي حاجه على انفينيتي ايكوال زيرو، ده موضوع منتهي. طيب فهي بس الدنيا، بس فكره الاخره مع الدنيا فيها علاقه حلوه جدا. علاقه المخرج، ازاي اخرج؟ ازاي اخرج؟ ماشي. هقول ازاي اخرج من الدنيا؟ اصح ازاي استعد لاخرتي؟ يعني ازاي ابقى مستعد للاخره بقى؟ او ازاي استثمر المخرج ده؟ الخروجه دي استثمرها ازاي؟ محدش في الدنيا ما بيعنيش، محدش في الدنيا ما بيعديش بآلام، محدش في الدنيا ما بيعديش بضيق، محدش في الدنيا بيخسرش ناس، يخسر فلوس، يخسر حب، حاجات كتير. وقت الخساره وقت الانكسار ده تخيلي كده لو انا ما اعرفش ان في اخره. طبعا الدنيا قفلت، كل حاجه قفلت، كل حاجه سودت، وده ممكن ببساطه يؤدي الى الانتحار. في عالم نفس اسمه ليو تولستوري بيقول، الراجل بيقول إن انا عشت طول عمري سنين عمال افكر هو انا عايش هنا ليه وبعمل ايه وايه العائد من حياتي. العائد، فيقول لما وصلت لمعنى الحياه وان في حياه اخرى ادركت ان الانتحار مش هو الحل. فهو دلوقتي اي حد النهارده عنده ازمه هيبقى اسهل حاجه انه ينتحر وتنتهي الحياه دي بما فيها، ما فيش اخره بقى. لكن وقت اي ازمه فكره ان في حياه تانية ربنا اللي بيدير هذه الحياه، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش خلافات، تهون على اي انسان عايش. خلاص حياتها هتعدي ايا كان المشكله، واحنا بنقول لبعض برضو الكلام ده يا عم هتعدي، بس احنا عشان الفكره دي مش غالبه علينا ما بتسكنش قلوبنا وقت الالم. ما بتريحناش
وما استخدمناهاش ان هي وسيله للمخرج من التعب والتعاسه. فتبقى حاجه بالنسبه لنا تخلي الواحد مقبل على الاخره، بقينا بالعكس بنخاف منها. فلما تيجي سيرتها ما تفكرناش بيها، ده يمكن يا عم قلم الدنيا يرحم وانا عارفه مش عارف هتعمل فيه ايه هناك. انا عندي مشكله في الحياه عامه، ان احنا دايما بيبقى فيه ترهيب مش تحبيب، ماشي؟ اللي هو الدنيا عندنا بيخوفونا دايما، انت لو ما صليتش هتتعذب في القبر وهيطلع لك ثعبان وهيدي لك على دماغك وهتفضل تشوف النار وتفضل تتحرق في عذاب القبر، يعني عذاب القبر لحد ما تبعث يوم القيامه. هو ربنا قال في كتابه الكريم في القران الكريم ان احنا هنتعذب، هو الحساب هو مره واحده، مش هنتحاسب في القبر في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. تمام؟ ليه دايما ما بيوصلوش المعاني الحلوه؟ يعني ليه دايما بيتجهوا للاسلوب اللي هو بتاع الترهيب؟ بالعكس، انت لما تعمل كويس هتلاقي فيه نعيم، هتلاقي انهار، هتلاقي سندس واستبرق، هتلاقي الحاجات الحلوه الكتير جدا. اعتقد ده يعني اتبعوه ناس معينه علشان يخلوا الشباب يخاف ويعمل العبادات او يخلوه لا طبعا مش صح. طيب خلينا نتفق على حاجتين. خلينا نتفق ان في العمل، في علاقتك بربنا، علاقتك بربنا ايمان وعمل. انت في العمل محتاج الخوف والرجاء، دي في علاقة أي حد فينا. بس مش خوف المرعوب، خوف المرعوب دي علاقة بتهرب كده كده. لو احنا لينا علاقة ببعض وانا في علاقتي فيك انا بترعب منك، انا هبقى بتمنى اليوم اللي اخلص منك فيه. او ابقى صح ولا غلط؟ بالظبط كده، انا هفضل متجنبك واحاول اظبط الدنيا لحد ما اخلص منك. هو ده الطبيعي في علاقات البشر. فعلاقة المرعوب دي علاقة منفرة. الحقيقة مع رب العالمين الخوف هو خوف المحب على حبيبه. بالظبط صح. انا خايف ان ربنا يزعل مني. ايوه انا خايف ان انا اكون مش عند حسن ظنه. انا خايف ان انا اقابله وانا مكسوف قوي، لان هو كريم قوي. ودي مرتبطه بمعرفه ربنا اللي عارف من هو الله وعارف مدى حب رب العالمين لعباده. وعارف ربنا قد ايه مقبل علينا. احنا كلمنا الكلام ده مع بعض قبل كده. عارف ربنا قد ايه مقبل علينا، هتبقى علاقتي بيه لا انا لازم ابقى جدع. مفيش حد فينا فيهوش الخير طبعا، فلازم قصاد الاحسان ده هبقى انا على قد ما اقدر هجتهد وهجاهد نفسي عشان ابقى كويس مع ربنا، لان ربنا بيحبني. بالظبط. هو ده الخوف، انا خايف على زعله. خايف من عذابه. خلينا نتفق ان العقاب موجود، والعقاب لو ما كانش موجود كانت الدنيا فسدت على فكره. في ناس كتيره يعني بترجع ورادع ليهم في اخطاء كبيره جدا، ان ممكن يتعذب في الاخره لو عمل دوت. فدي فكره موجوده، ما بقولش ان هي مش موجوده، موجوده ولكن ازاي وكبيره وحقيقيه. لكن هو انا مفترض اتعامل مع الامور ازاي؟ نظرتي رب العالمين بيحبني جدا، رب العالمين انا خايف على زعله، رب العالمين رجائي واثق ورجائي كله في رحمته ومغفرته اللي بيكلمنا عليها طول الوقت. في الدنيا في الاخره في ثواب وفي عقاب حقيقي. الثواب ده ليا وما استكتروش على نفسي، دي نقطه مهمه جدا. والعذاب انا هتجنبه. بس انا هقول لكم مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيه. بيحكي لنا مشهد اخر راجل هيخرج من النار ويدخل الجنه. بص ربنا بيتعامل يعني اخر واحد هيخرج من النار ده اكيد عامل، انا مش متخيل ده عمل ايه. انا مش متخيل ده كان اخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنه. أوكي. يعني الناس كلها اتحاسبت والناس كلها دخلت الجنه وفي ناس دخلت النار. مليارات. كل المليارات اللي دخلوا النار خرجوا من النار راحوا الجنه. ده اخر واحد اتبقى في النار. انا مش احنا مش متخيلين هو عمل ايه. طبعا ده عمل ايه ده؟ يعني ده عمل ايه عشان يبقى اخر واحد في النار؟ ما حدش ممكن دماغه تجيب ده عمل ايه. يعني تعالوا كده لاقصى، مش عارف. عموما الراجل ده مش عارف بقى مجرم ولا قصته ايه، اللي هو اخر واحد ده هيخرج من النار وربنا هيقول له اذهب الى الجنه، فيروح الجنه فيخيل اليه في الحديث انها ملأة، ان هي زحمه، فيرجع لرب العالمين. هو بيتكلم مع مين؟ اولا بيتكلم مع ربنا. ومين اللي خرجه من النار وموديه الجنه؟ الله سبحانه. ربنا. فيروح فيقول وجدتها ملأة، يقول لربنا، فيقول له ارجع الى الجنه، فلك في الجنه 10 أمثال أعظم ملك من ملوك الدنيا. فيقول لربنا أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أنت متخيل الحوار؟ أنت متخيل القرب؟ مش مستوعب يعني أنت متخيل ربنا بيديله إيه؟ أنا كنت وهو كان فين؟
طب وده اخر واحد بيطلب ده اخر لا ربنا اللي بيقول وانا انا اللي هدي لك هو راح الجنه قال له دي الجنه زحمه بيقول ربنا دي الجنه زحمه يعني لا مش متكسفش يعني مثلا علشان لا ده ربنا اللي قال له قال له الجنه زحمه ماليش مكان قال له ارجع وهدي لك كمان زي ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا فقال له انت يا رب بتقول لي ازاي قال له هدي لك 10 امثال اعظم ملك من ملوك الدنيا دي الاخره خلينا نتفق على حاجه احنا في تعاملنا طيب مع بعض احنا ليه الباك جراوند بتاعنا زي ما قال عامر بالظبط احنا بنخاف غير ان ده مجهول طبعا يعني بس احنا ليه على طول احنا اتربينا على ثقافه الخوف في علاقتنا بربنا والخوف من الاخره والخوف حتى في علاقتنا ببعض صح احنا اتربينا ان احنا ما حدش يقول كل اللي جواه ما تظهرش مشاعرك قدام الناس مجتمعنا كده صح لا ما انت مش الدنيا خد حذرك مش بالساهل كده خد حذرك دي حاجه معقوله ان يبقى في باوندريز وابقى حذر ولكن ان انا ابقى مرعوب اعبر عن مشاعري ان انا دي فكره مش صحيحه ان انا علاقتي بربنا اصلي بدل ما ربنا في حضيع في الدنيا وهتعذب في الاخره فكره الكلام ده بيعديش كده كل مره الكلام ده بيتقال لاي حد فينا وهو صغير بيغرز في البيليف سيستم في بيبقى عقيد عنده فيعيش طول عمره مرعوب من ربنا طب عايز يطيعه قادر يطيعه مش عارف لان الخوف لا ينتج هدي واحد كده مرعوب تحت اثر الرعب واللي يقوم اشتغل انتج اعمل حاجه مرعوب فقد اصلا الطاقه فقد الاقبال لكن واحد محب عنده شغف عايش بيحلم باليوم اللي هيقابل فيه ربنا عارف ان الاخره دي هي المخرج من الدنيا الدنيا خلصت بقى مسؤوليتها انا كنت هنا بزرع هروح هناك بقى احصد وان ربنا ارحم بيا من الناس كلهم وان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يعني اصلا هندخل الجنه واللي مش هيتعذب ده برحمه ربنا مش بعملنا فاحنا ليه مش تقترين على نفسنا الجنه انا في سؤال بيلح عليا من جوايا من ساعه لما حضرتك قلت ان اخر واحد هيخرج من النار هيدخل الجنه هيحصل كده هو مفيش حد مش المفروض ان النار دي هيفضل فيها حطب اللي هو هيفضلوا دول مدى العمر ولا في فتره خلاص بقى مفيش مش هيبقى في حد في النار حتى الكفار وال بص الحته دي خلافيه العلماء بيتكلموا فيها بس هو ده اخر مسلم خارج من اخر مسلم الحديث او اخر مسلم خارج من النار داخل الجنه طيب الغير مسلمين هيخلدوا في الجنه مش بتاعتنا كله بتاع ربنا هيخلدوا في النار انا اسف مش هيدخلوا الجنه كله بتاع ربنا بص برضو في الحته دي ربنا حط للاخره قوانين كويس القوانين دي قوانين ربانيه تنفيذها وتطبيقها بتاع ربنا ملناش علاقه بيها ان الكافر اللي بيعبد الاصنام ولا بيعبد الكنبه ده عمره ما هيدخل الجنه مش بتاعتنا مش دعوه اصلا مش بتاعتنا مش ولا تخصصي دي مصاير خلق في الغيب في الاخره ملناش دعوه بيها انا ايه علاقتي بيها اصلا ولا دماغي تجيبها خلي بالك الحياه الاخره احنا عندنا ثلاث انواع من الحياه الدنيا والبرزخ ثم الاخره حياه البرزخ قوانينها غير قوانين الدنيا خالص لا فيها زمن حاجه تانية خالص مواصفاتها مختلفه احنا مش نبقى عايشين زي ما احنا عايشين هناك كده ملهاش ماهيه ممسوكه بالعقل وحياه الاخره كذلك فقوانين هناك مش بتاعتنا ربنا قال لنا بعض القوانين عشان نعرفها تطبيقها مش بتاعنا احنا لينا بس بنفسنا انت لو عايش في الدنيا وقصاد عينيك لايف بيربس او مينينج اوف لايف اللي هي معنى الحياه ان انا عايش هنا ومستني عائد كبير في الاخره فده يصبرني على تعب الدنيا دي وعلى ازمات الدنيا دي على الشقاء في بالظبط انا عايش هنا ببني مش انا عايش هنا عشان ابني واحصد لان هنا اللي ببنيه ممكن اجي احصده ما الاقيهوش طيب استاذ عمرو فكره ان احنا يعني واحنا صغيرين ما بنفكرش في الاخره زي لما بنكبر في السن او عمرنا بيتقدم شويه وانا صغيره اقول ايه لا لسه بدري مع ان احنا مش مدركين ان في اي وقت ممكن ربنا يعني يختارنا يعني يختار اي شخص بعيدا عن السن او عن الصحه فليه واحنا صغيرين بنفكر في انه لا لسه الاخره لسه بدري عليا قوي استمتع بحياتي وبعد شويه ابقى اكفر عن ذنوبي واتوب واعمل كل حاجه ترضي ربنا ده خارج من الفكرة الغلط اللي بنتربي عليها اللي بنتربي عليها ان انت هتعيش في الدنيا عيش حياتك واستمتع بيها هتتحمل المسؤولية لما تكبر شوية هتبدأ تحصد تعبك اللي انت هتعوده في الاخرة وانت صغير في الدنيا وانت صغير اعمل اللي انت عايزه عشان موضوع الاخرة بقى ده موضوع كبير صادم
ما تتعرضش ليه علشان ده تشوف، ولما تروح هناك بقى تبقى تشوف هتعمل ايه. لكن دي مالهاش علاقه بحياتنا. الفكره دي كلها بعضها فكره غريبه جدا طبعا. يعني هي يعني وده اللي بينتج عنها ان خلاص الواحد انا ماليش دعوه، مش هفتح بقى الفايل ده اصلا. خلي بالك في مننا ناس بتعيش وبتموت ما تفتحش الفايل. انا مش عايز افتح الفايل لان انا اصلا مرعوب منه وما بحبوش، وخلي الدنيا ماشيه كده. مع ان حقيقه الفايل ده هو المخرج لكل تعب وتعاسة الدنيا. حقيقة الفايل ده ان هو الجمال كله. كان شيخنا علمنا ان الدنيا ما هي الا حجاب بين العبد وبين ربه، كان بيقول لنا كده، ده حجاب بينك وبين ربنا. الدنيا دي لما يتشال الحجاب ده هيبقى منك لربنا، حياتك هتبقى احلى ولا اوحش؟ اكيد احلى طبعا. حياتك اسهل ولا اصعب؟ طبعا اسهل. هتبقى مطمن اكتر ولا لا؟ طب انت قلقان ليه من الاخر؟ اذا كان اتشال الحجاب بقى منك لربنا. تفتكر يكون مني لربنا وقتها انا بقى يعني هتبهدل و يعني فكره مش راكبه. هو لو جاي اصلا يبص في اول حاجه وهو بيصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني حتى دايما بلاحظ الرحمن والرحيم دي في كل حاجه في حياتنا، في كل حاجه في القران، في كل حاجه في الصور اللي احنا بنقولها، انت فاهم؟ فالرحمه دي من صفات الرحمن اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، فاكيد ده هيرحمنا. يعني مهما عملت اخطاء، مهما عملت حاجه وتبت، اكيد ربنا رحيم. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف ام شايله ابنها وابنها صغير ويعني ولازقاه فيها وبترضعه، فالنبي قال لهم سؤال، الام دي ممكن ترمي الطفل ده ابنها ده في النار؟ فقالوا لا طبعا. قال ربنا ارحم بينا من الام دي بابنها. فهي الفكره دي موجوده، دي الفكره دي اساسيه. بس هي القضيه بقى انا عايش بالمعنى ده ولا لا. في يوم كان سيدنا فضيل بن عياض ماشي في الطريق فقابل رجل وقال له كم اتت عليك، انت عندك كم سنه؟ فقال له 60 سنه. فقال له اتسير الى الله منذ 60 سنه؟ كدت ان تبلغ، ده انت خلاص قربت توصل جدا، انت ماشي ربنا بقالك 60 سنه. فالراجل قال انا لله وانا اليه راجعون. قال له انت عارف معنى اللي انت بتقوله ده؟ قال له قول لي. قال له انا لله يعني انا عبد لله، وانا اليه راجعون يعني انا رايح اقابله. انت رايح له. قال له طب اعمل ايه؟ قال له احسن فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى. يعني ايه بقى؟ يعني انت عشت 60 سنه فاضل شويه سنين تعرفش هم قد ايه. قال له طب اعمل ايه؟ انا رايح اقابل ربنا، اعمل ايه فيهم؟ قال له احسن في اللي فاضل، ركز مع ربنا في اللي فاضل، انسى الافكار الغلط اللي انت عشتها واهتم بربنا، خلي له وقت من يومك ومن حياتك. اتعرف عليه كويس جدا، شوف اسماء وصفات الله في كل الدنيا من حواليك. كل موقف بيحصل ده اثر فعل من افعال الله عشان ربنا بيتعامل معاك بيه. شوف ربنا في كل حاجه حواليك عشان تقدر تتعامل مع فتحسن. لان هنرجع لاول كلامنا، لو ربنا في بالي وان انا هقابل ربنا في الاخر، تعاملي معاك وحساباتي هتبقى مرتبطه بالدنيا والاخره. فاكيد هحسن في هذه المعامله لان ربنا بقى في المعادله، حياتي في الاخره في المعادله. فقال له احسن فيما بقى يغفر لك ما مضى، 60 سنه اللي عشتهم كلهم يتغفر لك لو عملت اي حاجه، ويغفر لكم ما بقى. ما دمت بتجاهد نفسك وبتحاول تحسن وبتحاول تعامل الناس بما يرضي الله وعينك على ربنا وعلى حياتك الاخره، شكل حياتك هيختلف. يعني انا نفسي الفقره بتاعتنا دي تبقى اكتر من كده طويله جدا. يعني نفسي انا عايزين نقعد معاك كتير جدا والله. وانا منورنا وبجد يعني انت جميل وبتحببنا في الحاجات اكتر. انا كل يوم برجع ليا فكر جديد ونظره جديده لحاجات كتير جدا. شكرا جدا استاذ عمرو. ان شاء الله هيبقى معانا لحد ما رمضان يخلص. احنا هنطلع فاصل ونرجع على عيش صح. باي باي.